الأمريكي يصل الدوحة ويلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. القوات العراقية تواصل تأمين الموصل بعد استعادتها، ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين. اليوم الثاني من مباحثات جنيف يقتصر على مفاوضات تقنية، والمعارضة تطالب بهدنة شاملة في كل سوريا. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون فور وصوله العاصمة القطرية الدوحة، قال أن واشنطن تهدف إلى منع تصاعد الأزمة الخليجية، مؤكدا أن قطر كانت واضحة ومنطقية في مواقفها. ووصل تيلرسون الدوحة قادما من الكويت في إطار جولة خليجية تشمل السعودية لبحث تطورات الأزمة الخليجية. وفور وصوله بدأ تيلرسون محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن تعقبها محادثات مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى السعودية. وناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا كل أطراف الأزمة الخليجية الإسراع باحتواء التوتر في المنطقة وإيجاد حل له بالحوار. وفي السياق المتصل، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، أكد أن الحصار المفروض على بلاده يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض المبرم عام 2014 وآلياته التنفيذية. كما أكد مدير الاتصال الحكومي في تصريح لشبكة CNN، أكد أن أحكام اتفاق الرياض ونصوصه تهدف إلى ضمان التعاون بين الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيزه، وكذلك إقرار سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولكن ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة قطر من قبل دول الحصار. الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أوضح أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، وأنها تضمنت هذه المرة إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات، مشيرا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بمقتل زعيم ما يعرف بالدورة الإسلامية أبي بكر البغدادي. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ربما قتلت البغدادي حين استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعا لقيادات التنظيم على مشارف مدينة الرقة السورية. لكن واشنطن قالت إنها ليس لديها معلومات تؤيد أو تؤكد وفاته، كما عبر مسؤولون غربيون وعراقيون عن تشككهم. إلى العراق الآن، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن انتهاء العمليات العسكرية في الشطر الغربي من الموصل. وقد شهد الشطر الشرقي احتفالات عفوية لسكان المدينة بإعلان انتهاء المعارك. التفاصيل مع مراسل العربي طارق ماهر. وضعت الحرب أوزارها في الموصل بتأمين ضفتي نهر دجلة. هنا عاد الهدوء إلى منطقة الإقلاعات، آخر مواقع مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة الموصل القديمة. صور الطائرات المسيرة من الجو تظهر المدينة وقد غطاها تراب القصف والتفجيرات، وتنقل آخر تفجير انتحاري للتنظيم. وعلى بعد كيلومتر واحد في منطقة الملعب، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيان نهاية خلافة البغدادي. أعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات. أما في باقي الأحياء فتواصل القوات العراقية انتشارها في المدينة خشية هجمات متوقعة لخلايا التنظيم النائمة، بالإضافة إلى البحث المتواصل عن الأنفاق التي حفرها التنظيم تحت المنازل والأزقة، فيما يستعد القادة الميدانيون لتطبيق خطة تأمين المدينة بعد طرد التنظيم. توجد لدينا أهداف عديدة أخرى يتواجد فيها تنظيم داعش، من الممكن أن هذه الخلايا النائمة تستغل حركة هذه القطاعات وتعمل فوضى داخل هذه الأحياء، لكن هناك أيضا خطة معدمة بعد التحرير لغرض فرض السيطرة والأمن على هذه الأحياء.
من بقي من الأهالي تنفس الصعداء بعدما سكتت الأسلحة وهدأت المواجهات وساد السكون أرجاء المدينة التي أرهقتها الحرب خلال 5 أشهر متواصلة. أما في معسكرات القوات العراقية فيجري الاستعداد على قدم وساق للتهيئة للمعركة المقبلة في بلدة تل عفر التي ستكون الوجهة المقبلة للقوات العراقية بعد استعادة الموصل. طارق ماهر، التلفزيون العربي، من مركز قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الموصل. وبالعودة إلى الملف القطري، ملف الأزمة الخليجية وزيارة وزير الخارجية الأمريكي، ينضم إلينا الصحفي في العربي الجديد نواف التميمي. أهلا بك سيد نواف على التلفزيون العربي. إذن يعني كيف تقرأ وتقيم زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى قطر وإلى الدول الخليج المتبقية كالسعودية والكويت، وكيف تقرأ أيضا أن كل هذه الدول تعول فعلا على جدية هذه الزيارة؟ يعني من حيث الشكل يمكن النظر للزيارة خطوة متقدمة بأن يأتي وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة من أجل الاستماع مباشرة من أطراف الأزمة والاطلاع ربما على التأثيرات التي قد تنجم عن تصاعد هذه الأزمة. خلال الأسابيع الماضية منذ اندلاع الأزمة، يعني قبل ما يزيد عن شهر، رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بمراقبة الأمر من بعيد من هناك من واشنطن، مع بعض الأحيان يعني أخذ بعض المكالمات الهاتفية من هذا الطرف أو من ذاك. قدوم وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة الذي يأتي أيضا بعد زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني، كما قلت، تكشف عن اهتمام هذه العواصم الأوروبية وواشنطن بالأزمة، وربما إدراكها إلى مخاطر تصاعد هذه الأزمة. من حيث المضمون أرى بأنه يعني قدوم وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة سيسهم حقيقة ربما في على الأقل فرملة التصعيد والاتجاه ربما وتغيير الوجهة ربما باتجاه إيجاد حل على قواعد يقبلها المجتمع الدولي، نعم، تقبلها أيضا المصالح الأمريكية في المنطقة، وتقبلها بالأساس أيضا الأطراف المعنية وفي مقدمتها قطر التي تمسكت دائما بأن الحل هو بالحوار السياسي على أسس قواعد القانون الدولي واحترام سيادة واستقلال الدول. يعني يشاع اليوم بأن تيلرسون تقريبا وضع الشروط الدول المحاصرة جانبا ويريد فرض آلية معينة توقع عليها كل الدول بما فيها قطر والسعودية والبحرين وحتى الإمارات بشكل متوازي، خاصة فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب. هل برأيك يعني ستستطيع الولايات المتحدة فرض هذه الشروط على جميع الدول وبذلك إنهاء الأزمة؟ لا، نحن سمعنا بالأمس ولاحظنا بأن وزير الخارجية الأمريكي قد استبق قدومه إلى المنطقة بتصريحات ربما وردت عن بعض مساعديه بأن الشروط أو الإملاءات 13 المعروفة بالشروط 13 قد أصبحت من خلفنا وقد أصبحت من وراء الجميع ولن يعود البحث فيها، وإنما سيكون البحث عن مخارج وعن حلول للأزمة كما قلت على أسس واضحة وعلى أسس حقيقية بعيدا عن كل المهاترات والإدعاءات والذرائع التي سيقت خلال الفترة الماضية، مع حقيقة التزام جميع الأطراف بما يسمى بمكافحة الإرهاب وعدم دعم الجماعات الإرهابية، وهذا حقيقة ينسجم تماما مع الرد الذي بعثت به الدوحة عبر الوسيط الكويتي لدول الحصار عندما قالت في هذا الرد، وهذا ما ورد على لسان وزير الخارجية القطرية آنذاك، بأنه علينا أن نتعامل جميعا بالمساواة وأن يكون أي إجراء تلزم به أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي هو إجراء ينسحب على الجميع بالتعامل كما يقال بالمثل والمساواة.
يعني ننتظر بين الفينة والأخرى اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري الشيخ عبد الرحمن الثاني. هل برأيك من يعني ما المرتقب في هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الصحفي؟ هل ستكون هناك خارطة طريق لحل هذه الأزمة ستفرضها الولايات المتحدة؟ يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح الآن لديها صورة ربما كاملة ربما واضحة أكثر من قبل عن أصل وجذر هذه الأزمة، عن الطريقة التي تم فيها تعامل الأطراف الأخرى مع قطر من حيث التصعيد، من حيث تلفيق الأخبار، من حيث الذرائع التي تم نشرها، من حيث حتى التطاول على يعني أمير البلاد وعلى البلاد، من حيث الإجراءات التي طالت حتى حياة الناس والأسر ومعيشتهم إلى آخره. وبالتالي سيكون أمام وزير الخارجية الأمريكي كما قلت فرصة للاستماع لوجهة النظر القطرية التي هي لم تعد سرا ولم تعد مخفية. قطر تقول بأننا نحن مستعدون للتفاهم، مستعدون للجلوس على طاولة الحوار، ولكن مع احترام سيادة واستقلال قطر، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، ومع كما قلت التصرف على أساس المساواة، بأن أي إجراء تطالب به قطر لا يفرض فرضا ولكن يكون بالتزام جميع الأطراف به. وأنا أعطيك مثال مثلا في الرد الصحفي في العربي الجديد نواف التميمي، كنت معنا من لندن، شكرا لك. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بمقتل زعيم ما يعرف بالدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أنها ربما قتلت البغدادي حين استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعا لقيادات التنظيم على مشارف الرقة، لكن واشنطن قالت أنها ليست أكيدة من مقتل البغدادي، كما عبر مسؤولون غربيون وعراقيون عن تشككهم في مقتل زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة. بعد 9 أشهر من القتال طلبت منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل يحتمل أن يكون قد ارتكبها ما يسمى الدولة الإسلامية أو القوات العراقية أو التحالف الدولي الذي يدعمها. وأكدت منظمة أمنستي في بيان أنها جمعت أدلة تفيد بأن ما يسمى الدولة الإسلامية ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، من بينها استخدام المدنيين دروعا بشرية. في المقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها بشن هجمات غير قانونية باستخدام القوة غير متكافئة في بعض الحالات. بعد 9 أشهر من القتال والقصف المتبادل والكر والفر بين القوات العراقية وعناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية، ها هي الأفراح تعم أرجاء الموصل. أصوات الفرحة هذه تخفت ويعتريها القلق والسكون إذا ما طرح السؤال الأصعب في هذه المرحلة عن مستقبل المدينة وسكانها، خاصة إذا علمنا أن أكثر المباني قد هدمت وبعضها يكاد يكون غير قابل للسكن بسبب دمار المباني جراء القصف المتواصل. بيت انقصف من قبل طيارات التحالف، قصف كان بيه دواعش، انقصف من قبل القوات التحالف، فوقع بيت مال الطابق الثاني، وقع عند الطابق الارضي ما يحويني انا والعائله مالتي. ويخشى الاهالي من العمليات الانتقاميه اذا اعتاد التنظيم على عمليات الكر والفر والتفخيخ وزرع العبوات الناسفه، ما يجعل مستقبل اهالي المدينه في خطر مستمر. ويرى مراقبون أن عناصر التنظيم وأتباعهم ليس لهم سوى خيارين لا ثالث لهما، إما الهروب كباقي العناصر أو القتال حتى الموت، وهذه الأخيرة أخطر ما في الأمر، وهنا سيكون المدنيون بين نيران العمليات الانتقامية وممارسات الجماعات المسلحة الأخرى وعناصر الجيش العراقي التي باتت تنظر لأبناء المدينة على أنهم إما عناصر من التنظيم أو موالين لهم. مع ذلك الانتصار العسكري، لكن التحديات الأمنية ستستمر، لأن
داعش مرتبط بفكر، والفكر لن ينتهي على أساس العمليات العسكرية. من يتبقى من داعش على مستوى الخلايا النائمة ستتحول بكل الأحوال إلى خلايا نشطة فيما يرتبط باستهداف المدن. مستقبل المدينة الغامض وازدياد المخاوف يضع الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة، أهمها إتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى منازلهم، فضلا عن توفير الغذاء والدواء لأهالي المدينة المحاصرين منذ شهور، وترميم ما يمكن ترميمه من المنازل، خاصة أن المعارك تسببت بأضرار كبيرة قد تطيل رحلة عودة المدينة إلى سابق عهدها، والأهم من ذلك توفير الأمن والأمان لكي لا تعود هذه المشاهد مرة أخرى. في الشان السوري انطلقت أعمال اليوم الثاني من محادثات جنيف 7-7 غير المباشرة بين النظام السوري وقوى المعارضة السورية. هذا فيما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا، قال إن اتفاقات عدم التصعيد في القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد. لا ترفع سقف التوقعات، كانت رسالة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ورسالة وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف 7 في نهاية اليوم الأول من المباحثات. هناك نقطة مهمة في هذه الجولة هي تثبيت ما تم التفاهم عليه في اللقاءات التقنية حول المحاور الأربعة: الانتقال السياسي، الآليات الدستورية، الانتخابات والحكم، وبالتالي الانتقال إلى صلب العملية السياسية الآن، وهذا يثبت أن المعارضة جاهزة. تشكيلات المعارضة السورية استغلت وجودها في جنيف لخوض حوار داخلي، فاجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات مع منصتي القاهرة وموسكو. تعرفون أنه بغية التهرب من أي التزام بالعملية السلام والشرعية الدولية والقرارات التي صدرت من أجل انتقال سياسي في سوريا، تم سوق مختلف الذرائع من أجل التهرب من هذا الموضوع، إن كان من قبل النظام أو من قبل داعميه. عندما تلتقي تلك المنصات مع الهيئة العليا للمفاوضات ويخرجون بصوت واحد تجاه هذه الأمور، متجاوزين تلك الاختلافات التي كانت بينهم على الشكلية وليس من حيث المحتوى، فهذا يسحب ذريعة مهمة من هؤلاء الذين يتهربون مع عملية استحقاق السياسة. اليوم الثاني في أروقة مبنى المؤسسة الأممية سيخصص بالكامل للقاءات تقنية حول ما سماها دي مستورا بقضايا قانونية ودستورية، بينما تصر المعارضة السورية على أن يكون وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية على رأس جدول الأعمال. وفود المعارضة السورية إلى جنيف تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، فوفد النظام يماطل بالخوض في تفاصيل تقنية لا نهاية لها، بينما هي تسعى إلى وقف نزيف الدم في البلاد، وبين هذا وذاك ليس أمامها من خيار سوى الاستمرار في المباحثات. عبد الكريم الحاج، تلفزيون العربي، جنيف. وفي سوريا أيضا هناك ميدانيا سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مواقع جديدة في الأحياء القديمة بمدينة الرقة عقب اشتباكات مع ما يعرف بالدولة الإسلامية، وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، فيما شنت طائرات التحالف الدولي غارات عدة على مواقع التنظيم والأحياء السكنية في المدينة. ومن الجدير ذكره أن قوات سوريا الديمقراطية شارفت على السيطرة بشكل كامل على الأحياء القديمة في مدينة الرقة. أعلنت فصائل المعارضة السورية إسقاط طائرة حربية للنظام السوري وإصابة مروحية بالقرب من منطقة أم رمم في البادية السورية، مشيرة إلى سقوط الطائرة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري قرب مطار السين في ريف دمشق الشرقي، وجاء ذلك بعد اشتباكات مع قوات النظام والميليشيات المساندة لها، استعادت خلالها فصائل المعارضة السيطرة على منطقة أم رمم والتي تقع قرب تل مكحول الاستراتيجي، كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام السوري. وكانت فصائل المعارضة قد اتهمت في بيان قوات النظام باستغلال التزام مقاتلي المعارضة بالهدنة في الجنوب السوري والسيطرة على عدة مواقع في بادية الشام على الحدود بين محافظتي ريف دمشق والسويداء.
وبالعودة إلى تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان بشأن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، نرحب بمدير المرصد رامي عبد الرحمن. سيد رامي، أهلا بك على التلفزيون العربي. إذا ما صحة مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية؟ نعم، طبعا وفق المعلومات التي حصل عليها انشطاء المرصد في محافظة دير الزور عبر يعني اتصالات او معلومات داخل قيادات تنظيم الدولة الإسلامية، احدهم قيادي في الصف الاول واثنان من قيادات الصف الثاني من التنظيم، ان ابو بكر البغدادي زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قد فارق الحياة في محافظة دير الزور والتي كان متواجد فيها خلال الاشهر الثلاثة الفائتة، طبعا في ريف دير الزور الشرقي تحديدا المتاخر للحدود السورية العراقية. في أحدى قرى هذا الريف كان متواجد أبو بكر البغدادي حسب المعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد. طبعا هؤلاء لم يؤكدوا لنشطاء المرصد أو لم يتمكن نشطاء المرصد من الحصول عليهم منهم على معلومات تفيد بمتى قتل أبو بكر البغدادي وكيف قتل، هل قتل في غارات للتحالف الدولي، هل قتل في غارات روسية، ولكن ما أكدوا بأن أبو بكر البغدادي زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قد فارق الحياة فعلا. طبعا بعد هذه المعلومات سابقا كانت قد نشرت معلومات كثيرة عن مقتل أبو بكر البغدادي، ولكن عندما يؤكد قيادات في التنظيم أن أبو بكر البغدادي قد فارق الحياة هذا يدل على شيء بأن التنظيم سوف يبدأ مرحلة الانهيار الحقيقي، ليس فقط لمقتل أبو بكر البغدادي لأن هناك بعض الخزائن التنظيم سيكون هناك تخبط كبير داخل التنظيم، من يحكم بعد البغدادي المناطق التي يشهد فيها تنظيم الدولة الإسلامية تراجعا كبيرا سواء في سوريا أو العراق. يعني هل من طبيعي إعلان مقتل البغدادي بالتزامن مع سقوط الموصل؟ هل من أراد إعلان موت البغدادي أراد في نفس الوقت إعلان انتصار الجيش العراقي في الموصل؟ هل هناك يعني التوافق بين الزمنين؟ لا أعتقد، نحن في المرصد لا يعنينا ما يقول الجيش العراقي أو الإعلام العراقي أو الموصل أو غيره، ما يعنينا بأن المرصد عندما يحصل على معلومات مؤكدة ويستطيع توثيقها من يعني قيادات في التنظيم ينشرها. سابقا وردت معلومات كثيرة للمرصد عن مقتل البغدادي، لم يتمكن المرصد من توثيقها لم ينشرها، حتى يعني بعض الأحيان كان هناك مقتل قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية لم يتبناها أحد، وكانت قيادات من الصف الأول في التنظيم جرى على إثرها إعدامات كثيرة في من عناصر التنظيم عندما قتل أحد القياديين التونسيين في محافظة الرقة كان آتيا من العراق. لذلك نقول بأن الآن من قتل البغدادي سوف يعني يعمل التحالف أو تعمل روسيا على تأكيد بأنها هي التي قتلته، لأنهم يريدون الحصول على شرف قتل البغدادي من قبل هذه الجهات الدولية سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعتقد لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قتلته سوف تسارع للإعلان عن تبنيها العملية، إلا إذا كانت لا تعلم متى وأين قتل البغدادي، كما لم تكن تعلم بأن هناك مئات المدنيين قتلتهم في مدينة الميادين في محافظة دير الزور بزريعة قتل عناصر التنظيم الدولي الإسلامي. رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك. في الشأن الفلسطيني، اعتصم أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم أمام رئاسة الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على قرار قطع رواتبهم منذ مطلع حزيران المنصرم. وطلبت عائلة الأسرى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتوضيح موقف الحكومة والسلطة من قرار قطع رواتب أكثر من 270 أسير. يذكر أن عائلة الأسرى تعاني منذ قرار قطع الرواتب من عدم قدرتها على تسديد التزاماتها المالية، مطالبة بالتحرك لحل الأمر وإعادة صرف الرواتب. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من كان له خطة قلم في قطع رواتبنا وقطع عيش ورزق أطفالنا هذول، وبكرة أسرانا أغلبيتهم أو نساء أسرانا بدهم يكونوا بالسجون، بسجون السلطة. ليش؟ لأنهم ما قدروا يسدوا الشيكات والمستلزمات اللي عليهم. نحن مش جايين نشحد منك ولا جايين نشحد من الدولة كلها، هذا الإشي حقنا، هذا الإشي واجب شرعي ووطني على كل إنسان شريف وعنده ضمير حي في هالوطن. هذا حق للأسرى، الأسرى هم اللي وصلوكم لهذا الموصول، الأسرى هو اللي حطك بوزارة، الأسير تضحياته هاي وتضحيات الشهيد والجريح هي اللي عملت وزارة ومجلس وزراء. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، قال أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
ودعا رضوان منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي دعاهم إلى الخروج عن صمتهم تجاه هذه الممارسات. تصريحات رضوان وردت خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسيرات الفلسطينيات. إننا إزاء هذه الجرائم التي تمارسها مصلحة السجون الصهيونية ضد أسيراتنا البطلات خلف قضبان الاحتلال، نقف اليوم لنقول لهؤلاء المجرمين من الصهاينة لمصلحة السجون إن هذه اليد المجرمة التي امتدت إلى أسيراتنا الماجدات البطلات خلف قضبان الاحتلال ستقطع. هذه اليد المجرمة سيأتي اليوم الذي تقطع فيه اليد الإجرامية لمصلحة السجون التي امتدت إلى أجسادي وأيادي وإلى أخواتنا السجينات خلف قضبان الاحتلال. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث تطفو على سطح الساحة السياسية الإسرائيلية بين الفترة والأخرى خطة عزل أحياء عربية عن القدس المحتلة، ويدور الحديث عن أحياء بعضها أصلا مفصول جغرافيا عن المدينة المقدسة بالجدار الفاصل ومحروم من الخدمات. وتهدف الخطة للتخلص من أكبر عدد من فلسطيني القدس مقابل ضم المستوطنات المجاورة للمدينة. أرض أكثر عرب أقل كان وما زال المبدأ الذي يحرك عجلة صناعة القرار في إسرائيل. فكرة عزل أحياء عربية على القدس طرحت أكثر من مرة في السنين الماضية، إلا أنها اتخذت منحا أكثر جدية وخطورة جراء عزم مسؤولين إسرائيليين تحويلها إلى مقترح قانون يصوت عليه. ينص المقترح وكخطوة أولى على تحرير بلدية الاحتلال بالكامل من مسؤوليتها تجاه 200,000 مقدسي يعيشون في عدة أحياء. أحياء لم تكن يوماً ذات أهمية سياسية واستراتيجية لدى الإسرائيليين، فساهموا في تجميع أكبر عدد من الفلسطينيين فيها تحضيراً للتخلص منهم. بلدة كفر عقب شمالي القدس هي إحدى أبرز المناطق التي يتم الحديث عنها. هنا يعيش أكثر من 60,000 شخص، فصلتهم حكومة الاحتلال عن المدينة المقدسة بالجدار الفاصل وحرمتهم من الخدمات توطئة لتنفيذ المخطط المنشور. وفق المقترح تمنح هذه الأحياء حكما ذاتيا تديره مجالس محلية، لكنها تظل تتبع لحكومة الاحتلال بدواع أمنية. مقابل هذا كله تضم بلدية الاحتلال المستوطنات المجاورة للقدس. مقترح القانون جاء بسبب واحد ووحيد، هو رد على مقترح قانون قدمه البيت اليهودي بخصوص قانون أساس القدس لتغيير حدود القدس. المقترح يقول أنه سيتم ضم ما يقارب 150,000 مستوطن من الأحياء الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس. ويتوقع خبراء أنه رغم النية المسبقة لسلطات الاحتلال في التخلص من هذه الأحياء وتقديمها للسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف، فإنها لن تقدم على هذه الخطوة إلا في الوقت المناسب، أي خلال المفاوضات، بحيث تظهر هذه الخطوة وكأنها تنازل إسرائيلي، بل ستكون سقف التنازلات الإسرائيلية وسط إصرار الاحتلال على عدم الاستغناء عن باقي أجزاء القدس المحتلة عام 67. بشار صغير، التلفزيون العربي، القدس. قتل 4 أشخاص بينهم مدنيان على الأقل وأصيب 21 آخرون بجروح في معارك يومي الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الليبية. وأكد مسؤول ليبي استمرار الاشتباكات بين فصائل ليبية متنافسة شرقي العاصمة طرابلس لليوم الثاني، ليستمر انقطاع الطريق الساحلي ومنع السكان من العودة إلى منازلهم. ونقلت وكالة رويترز عن عضو في مجلس بلدية القربوللي القريبة من طرابلس قوله أن أصوات إطلاق نار كثيف ما زالت تسمع في المنطقة، وأضاف أن الاشتباكات نتج عنها دمار هائل في المنازل والمحلات التجارية بسبب القصف العشوائي، كما أجبرت عدد كبير من السكان على النزوح من منازلهم. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.